عرفانا بما قدمه الشاعر الشعبي المرحوم بختي يحيى، نظمت رابطة الأدب الشعبي بحاسي بحبح بالجلفة تأبينية لفقيد الولاية في وقفة رمزية حضرها العديد من معارف ورفقاء المرحوم، والذي غادرنا مؤخرا مخلفا وراءه إرثا من القصائد الشعبية التي جال بها مختلف المحافل الوطنية. استطاعت الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي ممثلة في مكتبها الولائي لولاية الجلفة أن تقيم هذه التأبينية الخاصة برحيل الفقيد الشاعر المجاهد الحاج بختي يحيى. حاولنا أن نكون في مستوى الشيخ الحاج يحيى رحمة الله عليه، أين كان يصول ويزول في المهرجانات الوطنية الخاصة بالحرف والبيت الشعبي. المرحوم بختي يحيى تغنى بأشعاره العديد من الفنانين، منهم الفنان المعروف خليف أحمد، وقد حاول المرحوم جمع ما تيسر من تراثه الشعبي في كتاب أطلق عليه عنوان المسيرة، المسيرة التي جسدها الفقيد في قصائد وطنية لكونه مجاهدا قبل أن يكون شاعرا. يعتبر فعل من فعول الشعراء، لذا غنى له الكثير من المغنيين من بينهم بلبل الصحراء خليف أحمد الذي غنى له 34 قصيد، من بينها قصيدة حشمتك بالله مني يا طاير. كتاب المسيرة يعتبر عصارة مجهود الشاعر في أن يطبع ديوان له. ديوان المسيرة يوجد به قصائد، الأكثرية القصائد الوطنية. التأبينية المذكورة كانت فرصة أيضا لتكريم عائلة الفقيد في رسالة مفادها أن مسيرة المرحوم يجب أن لا تتوقف هنا، لكونه ترك وراءه إرثا من القصائد الشعبية المطلوب إظهارها ومواصلة مسيرة المسيرة.